السلام عليكم يا شباب، النهاردة أنا عايز أكلمكم عن موضوع مهم جدا. هل ممكن نتنبأ بآخر حاجة ممكن توصل لها الأجسام الكمومية؟ لو شبهنا مثلا الأجسام المتحركة زي المطر اللي بينزل في المزاريب دي، تمام، وفي النهاية بينتهي في البركة الصغيرة، فيبقى الأجسام المتحركة الكمومية اللي هي عاملة زي المطر كده بتسقط في كذا بركة في نفس الوقت، لكن هتوصل بقى لأنهي بركة فيهم؟ هو ده السؤال اللي حير العلماء. قدر فريق من جامعة ييل ان هم يعملوا صيغة كده علشان يعرفوا انهي مكان ممكن تهبط فيه الاجسام الكمومية لما تتحرك من مكان لتاني، وحاجة زي دي هتسلط الضوء على التحكم في الانظمة الكمومية في كذا حالة. وبيعقب على ده العالم فيكتور ألبرت، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة في مجلة فيزيكال ريفيو، ان الصيغة اللي وصلوا لها اتضح لهم ان هي مفيدة جدا في تشغيل الحواسيب الكمومية، والنتائج بتدل على مبدأها ان هم يعرفوا يعملوا هندسة في مزاريب الامطار والبوابات في نظام يتلاعب بالاجسام الكمومية، سواء بقى كان بعد هبوطها او اثناء تدفقها. وكل اللي قلته ده، المزاريب والبوابات عبارة عن فكرة توزيع، وهي عملية على فكرة مدمغة للخصائص الكمومية الهشة، لكن ممكن هندسته للتحكم وحماية الخصائص دي. من مبادئ الفيزياء الجوهرية ان الاجسام هتفضل تتحرك لحد ما توصل لحالة الطاقة المنخفضة، لكن ممكن يكون موجود كذا طاقة منخفضة، لان الانظمة الكمومية ممكن ان هي تبقى موجودة في كذا حالة وفي نفس الوقت، واسمها التراكب، وهي دي بقى الحالات اللي بتيجي فيها المزاريب والبوابات. استخدم فيكتور ألبرت وزمايله في الدراسة دي الاليات دي لتكوين صيغة لاحتمالية هبوط الاجسام الكمومية، واظهرت بقى الصيغة ان في حالة واحدة ممكن يكون فيها التراكب ده مستحيل، لما تنزل قطرة كمومية تراكبية على بركة من دون التانية، وفي حالة معينة من التراكب بتخسر فيها الأجسام دي خصائصها الكمومية لما تتدفق القطرة بشكل كامل لبركتين. المفهومين بقى اللي ناقشناهم مفيدين جدا في بناء الحواسيب الكمومية، وكل ما المجتمع العلمي يطور المنصات التكنولوجية اللي تدعم الأنظمة الكمومية، ساعتها بس هنعرف ايه اللي ممكن وايه اللي مش ممكن. لحد هنا خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.